الله عز وجل إذا أراد أن يرحم أحدا رحمه، وربنا يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وحتى تكون قريبا من رحمة الله ارحم من تحتك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ما منا من أحد إلا وتحته أناس، تحتك زوجتك، أبناؤك، بناتك، من يعمل في بيتك من نساء أو رجال، من هو تحت يدك إن كنت موظفا مسؤولا كبيرا، إن كنت ذا تجارة وتحتك عمالة تركوا ديارهم يبحثون عن قوت أبنائهم، إن كان تحتك جار، إن عندك مستأجر، كل هؤلاء يشملهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والله عز وجل لما ذكر نبيه موسى قال فلما فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فاستجاب الله دعاءه. فالإحسان إلى الناس به يستدر الإحسان من الخلاق العظيم جل جلاله.